بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا مجددا في برنامجكم أحاديث وعبر والذي نتناول فيه الحوادث والقصص النبوية التي وقعت نستخلص منها العبر نتلمس الأحكام نستخرج المواعظ وما ينفع المشاهد بإذن الله تعالى. في هذه الحلقه بإذن الله سوف يكون عنوان حديثنا حول الاعتصام بالكتاب والسنه، او التمسك بالكتاب والسنه. تقول الروايه في الترمذي هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه كما يقال يعني من قبيل درجه الحديث الحسن. قال احد الصحابه يقال له الحارث قال مررت على في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا الناس يخوضون في الاحاديث يتكلمون كلام طويل هرج ومرج كما يقال فدخلت على علي رضي الله عنه ارضاه فقلت يا امير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أو قد فعلوا ذلك بدأوا الناس يتكلمون في هذه الأحاديث قال نعم يا أمير المؤمنين قال علي أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الا انها ستكون فتنه فقال علي يا رسول الله ما المخرج منها؟ ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتاب الله فيه الان الخطوه الاولى كتاب الله كتاب الله المخرج من الفتن كتاب الله ثم بدا يعدد اوصاف الكتاب الكريم فقال فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم الخبر والحكم موجود في هذا الكتاب الكريم وهو الفصل ليس بالهزل قال من تركه القران وسبيل القرآن اللي هو فيه الحكم، وفيه الفصل، وفيه الخبر. من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين، يعني المتصل ما بين الناس. يعني أنت إذا أردت أن تتصل بالله، تتصل بالقرآن. إذا أردت أن تتكلم مع الله، تتكلم من خلال القرآن. إذا أردت أن تذكر الله كذلك تذكره من خلال القرآن فالقرآن هو حبل الله كما قال في الحديث وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا يزيغ لا تزيغ به الأهواء فإذا تمسك أي بمعنى إذا تمسك به الإنسان لا يأتيك الهوى من قبله لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الالسنه واضح ما في لبس كلماته بلسان عربي مبين يفهمها الكل سبحان الله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الكلام القراني لا تلتبس به الالسنه بدليل ان كثير من الناس الاعاجم اللي لغتهم غير عربيه سبحان الله اذا قرا القران يقرأ القرآن بقراءة ولسان عربي سليم، وإذا قلت له تكلم بالعربية، لا يحسن الكلام بالعربية. يعني ما يعرف يتكلم بالعربية، ولكن إذا قرأ القرآن تقول هذا عربي من أصل. قال: ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، بمعنى لا يبلى. كثر ما تقراه تشعر انك تريد ان تقرأ مره اخرى. كلما قرات القران تريد ان تقرا القران ما تمل سبحان الله لا يمل من كثره الترداد، يعني اي كتاب في الدنيا لما تقراه مره او مرتين تمل منه، اذا كثرت يمكن ثلاث مرات هذا اذا كان كتاب مشوق و لكن القران سبحان الله كم وكم قرانا القران مرارا وتكرارا ولله الحمد والمنه. ومع ذلك نريد ان نقراه لا يمل ولا يخلق عن كثره الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به قال من قال به صدق ومن عمل به أجر أي القرآن ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدية إلى صراط مستقيم قال علي خذها إليك يا أعور يكلم الراوي الحديث الحاث الأعور اسمه يعني خذها أي هذا هو الفصل الذي ينبغي أن يحتكم إليه كل مسلم هذه الحادثة أود أن أذكرها كمقدمة لحديثنا حول التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة توقف إن شاء الله فاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مره اخرى نتكلم حول موضوع مهم وهو الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنه لا شك ان الكتاب الكريم والسنه النبويه المطهره لهما مكانه عظيمه في قلوب المسلمين في القران كما سمعنا في بدايه هذه الحلقه كتاب الله سبحانه وتعالى المعجز الذي فيه الحكم وفيه الفصل وفيه الخبر ال ال الذي يتركه يقسمه الله الذي يعمل به هديه واجره فكلام الله سبحانه وتعالى وكتاب الله عز وجل فيه الاحكام ولقد اعتبر العلماء اول مصدر من مصادر التشريع الاسلامي المتفق عليها هي الكتاب الكريم بمعنى ان الفقيه او المجتهد اذا اراد ان يستخلص حكما شرعيا في الحلال والحرام اولا يجب عليه ان ينظر في الكتاب الكريم هل يوجد حكم في الكتاب الكريم؟ فاذا اراد ان يتكلم عن الصلاه وحكم الصلاه يقرأ قوله سبحانه وتعالى: "وأقيموا الصلاة" فيأخذ الفقيه والمجتهد من أمر الله في الكتاب الكريم بوجوب الصلاة والزكاة والصيام وهكذا، فعندما يلتجئ الفقيه والمجتهد إلى الأحكام، إنما يلتجئ أولاً إلى الكتاب الكريم فينظر فيه. ثم بعد ذلك يتوجه إلى السنة المطهرة الكريمه ثم ياخذ منها الاحكام وهناك علاقه ما بين الكتاب الكريم والسنه النبويه ومنهج فقهي في التعامل والتوفيق ما بين الكتاب والسنه فالسنه قد تكون شارحه للكتاب وقد تكون مفسره وقد تكون مبينه وقد تكون مقيده وقد تكون مطلقه وقد تكون عامه معممه وقد تكون مخصصه الى اخر الامور الدقيقه في علوم الشريعه فالكتاب الكريم والسنه النبويه المطهره هما عماد المسلم في حياته. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. الاعتصام بحبل الله جميعا. والاعتصام بحبل الله اي كتاب الله. منهج الله. طريق الله سبحانه وتعالى وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ابشروا ابشروا اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله قالوا بلى قال ان هذا القران سبب اي حبل طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده ولن تهلكوا بعده أبدا. هذا الكتاب الكريم مثل الحبل بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر. فمتى ما تمسكنا به هدينا. متى ما تمسكنا به لن نضل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك قال الله عز وجل ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينهم فرقوا كتاب نبيهم فرقوا دينهم الدين الكتاب هو الدين هو الذي جاءت فيه الاوامر هو الذي جاءت فيه النواهي وقد وردت النصوص الكثيره التي تعزز مكانه الاخذ بالكتاب الكريم ثم بعد ذلك ياتي المعزز لذلك وهو السنة النبوية المطهرة عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه فمثله معه أي كما أن القرآن حكم حكم الله كذلك السنة أوتيته ما أوتيته مثل القرآن وعزز ذلك المولى سبحانه وتعالى عندما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك قال المولى عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يجوز للانسان ان يكتفي بان يقول: والله انا راح آخذ فقط ما جاء في الكتاب الكريم. ما لي علاقه في السنه النبويه، لا يجوز. لأن القرآن الكريم والسنة النبوية كالجناحان للطائر، ما يطير بدون جناح، يعني لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، كذلك المسلم، لا يستطيع أن يهتدي إلى أحكامه الشرعية إلا من خلال الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك جاءت المصادر الشرعية التي استخلصت من الكتاب والسنة وقد عمل بها الفقهاء إلى يومنا هذا. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما عن ما قال: اوتيت القرآن ومثله معه. وسبب سبحان الله تفرقة الناس تفرق الناس يعني أحزابا وشيعا وطوائف طبعا لا أتكلم عن الإسلامية أتكلم عن الطوائف التي خرجت عن عن الدائرة الإسلامية هو كلها سببه مرده عدم تمسكها بمنهج الكتاب والسنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة واختلفت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا قالوا من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أي الفرقه التي التزمت بمنهج الله بمنهج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي الفرقه التي نجت من هذه التفرقه التي نبأ عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد وردت الاحاديث والايات متضافره في تعزيز والحث على التمسك بالكتاب والسنه. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون الواجب على الانسان المسلم ان يتبع ما انزل الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم والتمسك بالقران والسنه طبعا عصمه من الضلاله وهدايه للبشر توقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام هذه الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نستكمل الحلقة حول التمسك بالكتاب والسنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما تركت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي قال كتاب الله وسنتي وفي حديث الأرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون والدموع فقالوا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال نعم اوصيكم بالسمع والطاعه ولو تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ فانه ستكون فتن فان كل محدثه فان كل فتنه ف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديث عجيب سبحان الله يبين كيف أن الاهتداء والتمسك بالكتاب والسنة هو المنجي من الضلالة ما جزاء من التمسك بالكتاب والسنة؟ أولا النجاة يوم القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني فرطكم على الحوض يعني أنا سابقكم على الحوض حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مر علي شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا وإنه لا يردنا يعني يأتي ناس أقوام أعرفهم ويعرفوني لكن يحال بينهم ثم يحال بينهم وفي رواية تقول فأقول انهم مني فلماذا يمنعون؟ فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فيقول سحقا لكن وبعدا. وقد فسر العلماء سبب المنع من انهم لم يشربوا من حوضه صلى الله عليه واله وسلم قالوا السبب لانهم لا احدثوا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم كالحديث الذي ذكرته قبل قبل قليل لما قال: واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهؤلاء الذين ابتدعوا وغيروا وأحدثوا لم يتمسكوا بالهدي النبوي فكان جزاؤهم أن ابتعدوا وأبعدوا من من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخول الجنة أيضا هو سبب لمن تمسك أو طريق لمن تمسك بالكتاب والسنة. والسنه فثوابه عند الله عز وجل عظيم فهذه الامه المحمديه امتازت بانها تمسكت بكتاب الله عز وجل المعجزه الخالده التي انزلها الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه واله وسلم وتحدى به العرب والعجم من تمسك به هدي ومن اخذ بطريق محمد صلى الله عليه واله وسلم نجا من عذاب يوم القيامه من فوائد التمسك بالكتاب والسنه حصول الرضوان رضوان الله عز وجل وقد وردت ايات كثيره تتكلم ورضوان من الله اكبر والايات رضي الله عنهم ورضوا عنه ايات متعدده كلها تاتي في صياغ في صياغ من التزم وتمسك واعتصم بكتاب الله سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي لعباده المؤمنين بعدما دخلوا الجنه: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، فيقول: اعطيكم افضل من ذلك، قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا، من الذي يحصل على رضوان الله؟ من تمسك بكتاب الله؟ من تمسك بهدي رسول الله. قال الله عز وجل: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى اخر الايات. فاذا السابقون وكذلك من تبعهم يتبعهم بماذا؟ يتبعهم في المنهج يتبعهم في الالتزام بالسنه وهكذا. من فوائد وثمار التمسك والاعتصام بالكتاب والسنه حصول الحياه الطيبه ولذلك اثاب الله سبحانه وتعالى هذه الامه المحمديه بحصول الحياه الطيبه عندما تتمسك بالهدي، قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن بماذا مؤمن؟ مؤمن بالكتاب مؤمن بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اذا الايمان بالكتاب والسنه والتطبيق لما جاء في الكتاب والسنه سبيل لحصول الحياه الطيبه في الدنيا وما عند الله سبحانه وتعالى اعظم واكثر اجرا. كذلك من فوائد وثمار التمسك والاعتصام بالكتاب والسنه حصول البركه البركه من الله سبحانه وتعالى في العمر البركه في المال البركه في الاولاد البركه في البدن البركه في العمل البركه في الحياه البركه في كل شيء وهذا كله بسبب الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنه بمعنى الاعتصام والتمسك بمنهج الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل ما اصابك من مصيبه ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك فالله عز وجل من يلتزم بمنهجه كتابه بسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم يصيبه من الحسنات ما اصابه وما اصابك من حسنه اي في حياتك الدنيا تشاهدها تنظر اليها وهذا كله بفضل الالتزام بالكتاب والسنه. من فوائد الاعتصام بالكتاب والسنه النجاه من الفتن يوم القيامه والنجاه من الفتن في الدنيا ولذلك كما سمعنا في اول هذه الحلقه عندما ذكر علي رضي الله عنه وارضاه حديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه فيه نجاه من الفتن لما بدأ الناس يخوضون ويتكلمون في الأحاديث جاء المعيار بأن كتاب الله عز وجل هو المعين والحافظ والمنجي من الفتن، لأن فيه خبر من قبلنا ومن بعدنا وفيه الحكم وفيه الفصل وفيه الأمر فمن تمسك به هدي ونجي ووقي من كل شيء ومن كل سوء. الاعتصام بالكتاب والسنه عصمة للعبد من ان يقع في الشبهات ان يقع في المحرمات ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين كيف الحرام بين والحلال بين؟ الحرام بين بالكتاب والسنه والحلال بين ايضا بالكتاب والسنه وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه يعني الذي يبتعد عن الشبهة التي تثور في نفس الإنسان هي حلال أم هي حرام استبرأ لدينه ما الذي يعصمك من هذه الشبهات الكتاب والسنة لأن الحلال بين والحرام بين الحرام بين في الكتاب الكريم والحرام بين أيضا في السنة النبوية والحلال كذلك بين في الكتاب والحلال بين في السنة ف مقياس يسير عليه الانسان مثل الراعي يرعى حول الحمى اذا كان في حمى اذا وقع فيه وقع في الحرام كذلك العصمه الكتاب والسنه هو الطوق الذي يحمي الانسان من الدخول في الشبهات والحرام الاعتصام بالكتاب والسنه عزه للمؤمن وعزه للامه ولذلك ربعي بن عامر لما بعث الى فارس قال لقد نحن قوم اعزنا الله بالاسلام بالكتاب والسنه ومهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله فمن يتمسك بالكتاب والسنه تجد عزيز واذاك الحمد لله بفضل الله المسلم تجد عزيز النفس قوي الاراده يفتخر بانه مسلم لا يانف من كونه مسلم بل يستشعر انه على دين حق انه متمسك بالكتاب الكريم متمسك بالسنه النبويه ولذلك يفتخر بانه بانه مسلم. الاعتصام بالكتاب والسنه يحمي الانسان من الوقوع في حبائل الشيطان. من حبائل الشيطان لان الشيطان سبحان الله يريد ان يتغلغل في في نفس الانسان المسلم. والله عز وجل جعل لك المنهج الواضح الصريح كيف تقي نفسك من شرور الشيطان. كما قال الله سبحانه وتعالى في الذكر ومن في في اواخر سوره الناس من شر الوسواس الخناس وهكذا في السنه النبويه فالاعتصام بالكتاب والسنه هو رمز هذه الامه ورمز عزتها نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين تمسكوا بالكتاب والسنه وان ينفعنا واياكم بما سمعنا هو ولي ذلك والقادر عليه الى ان نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.